السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير، مساء النور، مساء الفل أحبائي. نتمنى فيديو اليوم يلقاكم في أحسن الظروف والأحوال كالعادة إن شاء الله. أحبائي وشهية طيبة وصحة فطوركم، ومرحبا بجميع من ينضموا إلينا مؤخرا، وكنقول أهلا لجميع الأوفياء اللي دائما معنا كيساندونا وكيدعمونا بتواجدهم، تعاليقهم، بلايكاتهم، مشاركتهم من المحتوى. فكنقول لكم كنحبكم بزاف، ولا يخطيكم عليا يا رب. فغادي نبداو الاسبوع ان شاء الله بفيديو فيه اسئلتكم، تعليقكم، باش هكا تعم الفائده ونستافدوا كلنا بدون استثناء، حتى الناس اللي ما كيتمكنش انهم يخليو لنا اسئلتهم في التعليق او لظروف خاصه. كل واحد، كاين الناس اللي يعني ما كيعرفوش يكتبوا، ما عندهمش كل يكتب لهم التعليق وكيتابعونا عن بعد، فتاهما كنوجه لهم تحيه خاصه. و هاد النوعيه ديال الفيديو فهي كتعجبكم بزاف لانكم كتستافدوا منها، وحتى كنعاودوا من خلال هاد النوع ديال الفيديوهات نذكروا بالنصائح اللي كنا عطينا فيديوهات سابقه. نبداو على بركه الله مع اول سؤال من عند الاخت غيزلان صبر. فكتقول: سلام اختي، انا كندير نيوسوا حتى كنبغي ننعس وما كنشوفش الضو، ولكن كنوض ندير لولدي البيبغو وكنشعل الضو ديال الفيوز، وخفت حيت هادي شهر ما بانتش ليا شي تغيير. ف الله يخلي لك وليدك ويحفظه لك يا رب. فبالنسبه للضوء الخافت ديال الفيوز فما كاين حتى شي اشكال، فبطبيعه الحال غادي نوضي ديري البيبغون ولدك، ما غاديش يمكن حيت انتي دايره لونتيتاج ديالك، ما غاديش تنوضي. فهذه يعني حاجه او حاله خاصه واستثناء، وغادي تنوضي يعني لواحد المده وجيزه جدا، غادي تقضي فيها الغرض ديالك وغادي تعاودي ترجعي لصفات، ما كاين حتى شي اشكال. بالنسبه انك ديري المنتوج ديال التصبغات او المعالج، المعالج هذه مده شهر وباقي ما بان لك حتى شي تغيير، فغادي نعاود نكرر من جديد. بالنسبه للتغيير فراه ما كيكونش داك التغيير اللي كتكونوا نتوما كتسناو، يعني كتزول جلده وكتطلع جلده واحده اخرى جديده، فالتغيير كيكون ببطء ما كيبانش لينا حتى كتبان لنا النتيجه بصفه نهائيه. هذه مساله، يعني هذا الكلام كنوجهه لك اختي غزلان والناس كاملين اللي كيتبعوا علاج ضد التصبغات. ديك المساله ديال راه غادي تزول جلده وتبان جلده واحده اخرى بحال ما كتشوفوا في الاشهار وكتشوفوا في شي وصفات غريبه، فراه هذه المساله ما كايناش. فالجلد ديالنا او الطبقه ديال الجلد كتغير، خلايا الجلد الميت كتزول على كل 21 يوم، يعني الدوره ديال هذا التغيير كتم خلال 21 يوما يعني ماشي اقل. والتغيير ما غاديش يبان لينا في ديك 21 يوم، يعني غادي تزول جلده وتطلع جلده واحده اخرى جديده، فكيكون ببطء شويه بشويه حتى كنحصلوا في النهايه على نتيجه اللي هي كتعجبنا. هذه مساله. المساله الاخرى ف ماشي بالضروره غادي ندير نيوسوا وغادي نشوف نتيجه اللي هي مزيانه، يعني كل حاله ديال التصبغات واش من منتوج اللي كيمشي معاها واللي كيكون عنده نتيجه في العلاج. النتيجه بطبيعه الحال هنا كنتكلموا على نتيجه مرضيه، فضروري من شويه ديال الصبر، ضروري خلال شهر فار مستحيل ان نهضروا على شي نتيجه، فضروري نتعداو الشهر. طبيب الجلد ملي كنمشيو عنده فهو كيعطينا واحد تريتمون ديال 3 شهور وكيقول لينا نعاود نشوفكم من هنا 3 اشهر، يعني قبل من شهر او خلال شهر لا يمكن الحديث عن نتيجه ملحوظه بواحد الشكل اللي هو ملفت. فكنتمنى اختي غيزلان ومنكم البنات كاملين ان يكون واحد شويه ديال الصبر، شويه ديال طول النفس، باش هكا نشوفوا النتائج اللي بغينا وما نبقاوش غير حاضرين للوجه ديالنا، لان ملي كنبقاو حاضرين للوجه ديالنا واخا كيكون شي تغيير فراه ما كيبانش لينا بقوه، ما حنا غير حاضرين للوجه ديالنا. كنتمنى اختي غزلان انك تكوني بالاستماع وانك تكوني استفدتي من الجواب، وانتقلوا للسؤال الثاني.
سؤال تاني من عند الأخت نادية الخمليشي، فكتقول أختي أجي إحساس فيه وردية وجاف وفيه حب شباب رقيق، ما خليت حتى علاج وحتى طبيب، شنو تقترحي عليا لهذا الحبوب ديال الوردية؟ سني 29 سنة. فهاد البطور مهم، ما عرفتش انا الحاله بالضبط شنو هي، شنو الظروف المحيطه بها، شنو النوعيه ديال هذا البطور اللي عندك اختي نادية، الشكل ديالها، الحجم ديالها، واش كتكاثر بشكل يومي ولا عندها واحد الفتره اللي كتكون فيها اكثر من فتره اخرى. على كل، فهنا غادي نخلي لك واحد المنتوج غادي تستعمليه، هو منتوج جيد جدا للحاله اللي عندك، فكنتمنى انك تجربيه وكنتمنى انك يعني تعطينا النتيجه ديال التجربه ديالك مع هذا المنتوج، واش مزيانه اولا لا، واش داك الحبوب خف. المهم على كل حال فهو غادي منحك الترطيب اللي انت محتاجه، زائد انه غادي ينقص لك من التهيج والاحمرار اللي كيكون ناتج عن إصابتك وإصابة الناس كلهم اللي كيعانيوا من الوردية. فالمشكل الرئيسي اللي كيكون عندهم هو الإحمرار والتهيج. فغنخلي لك هنا غوزا وين كريم، فغادي تاخديه وبإذن الله غادي يكون خير. ونتقلوا للسؤال الثالث، سؤال من عند الأخت سما، فكتقول شكرا أختي على مجهودات أختي، أنا متبعة سيروم ديال سيروم ديو بلس لو سوان دو جور بلس ليكرون، واش ممكن نتبع العلاج؟ فبالنسبه للناس اللي كيستعملوا سيروم ما كاينش شي اشكال انهم يستعملوهم واخا خلال هذه الفتره، بطبيعه الحال واخا لي برودوي ما كيكونش فيهم ليدروكينون، ما كيكونوش فيهم احماض الفواكه، فممكن اننا نستعملوهم خلال هذه الفتره، ولكن كنردوا البال دائما الاحتياط باش هكا ما نحصلوش على نتائج عكسيه. احتياط كيتمثل في اننا كنديروا الواقي الشمسي بشكل جيد، كنبعدوا من اي حاجه تكون مبعث ديال الحراره، ما كنغسلوش الوجه ديالنا بالماء سخون، وممكن اننا نستعملوا لي برودوي ديال اوسيران بيسكو يعني تقريبا لي برودوي ديال اوسيران اللي هما اونتي تاش هما اباز دو نياسيناميد، والنياسيناميد يعني ما عندوش واحد تفاعل سلبي مع اشعه الشمس، فممكن اختي انك تستعملي التريتمون ديالك ما كاين حتى شي اشكال، غير هو كناخذوا الاحتياطات ديالنا وكنردوا البال، ما كنخرجوش في الشمس بزاف، لو كفنا قدام الفران او البوطه فحنا كنديروا الواقي الشمسي، المهم كنردوا البال لراسنا مزيان كما ينبغي. وننتقلوا لسؤال اخر، سؤال اخر من عند الاخت مريم سلامين، فكتقول السلام عليكم اختي تعيشي عاونيني، فيها تصبغات وما عرفتش حل، واش نبدا نعالج مع علم بشرتي حساسه جدا وجافه جدا؟ فحاليا فاختي مريم سلامين اللي غادي ننصحك به دابا واخا غادي يجيك غير مقنع وخاصك حل، ولكن ثقي بيا اللي غادي ننصحك به دابا حاليا فلمصلحتك. اولا درجه الحراره بدات كترتفع، هذه مساله يعني ما نقدروش نبداو دابا شي علاج. ثاني حاجه هو ان بشرتك جافه جدا وحساسه، فاللي كنصحك هو انك تهتمي بالترطيب بشكل جيد جدا، هذه مساله. المساله الثانيه تهتمي بالواقي الشمسي اكثر من الاهتمام، يعني هادو جوج منتوجات اللي خصهم يكونوا عندك تخدمي بهم دابا خلال هذه الفتره، باش منها البشره ديالك غادي ترتاح، منها غادي تحتفظي بالكم اللي كاين عندك ديال التصبغات وما تزيديش تصبغات جديده انت في غنى عنها، باش توجدي وتهيئي نفسك يعني الموسم المقبل ان شاء الله، باش هكا تكون البشره ديالك مرتاحه وتقدر انها تقبل علاج، وهذاك العلاج يجيب معها نتيجه باذن الله. فكنتمنى انك اختي تاخذي بالنصيحه وتكوني على يقين واثقه بان هذه النصيحه راه غادي تنفعك بزاف 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 عاد، وتجيب معك نتائج اكثر من رائعه. خصك غير تقيدي بالترطيب الجيد وبالحمايه الجيده جدا، وباذن الله ما غادي يكون غير الخير. انتقلوا سؤال، السؤال الموالي راكم تحطيتو البنات في الانستغرام. السلام عليكم، درت خلطه ثلاثيه ثم خرجت للشمس، اصبحت تلك التصبغات
أكثر من قبل، رغم أنني وضعت واقي الشمس أصبحت هذه التصبغات تعقدني، أعطني الحل من فضلك. إلى سولتوني البنات، أنا من الناس اللي ضد الخلطة الثلاثية بكل المقاييس، غادي تسولوني علاش؟ أول سبب هو أننا في بلدنا الحبيب ننعم بشمس دائمة طيلة السنة، وحتى تقريبا في الدول العربية يعني راه عندنا نفس الجو ونفس حالة الطقس تقريبا دائما، يعني عندنا جو مشمس طيلة العام. هذا الجو المشمس كيتعارض مع أننا نديرو الخلطة الثلاثية. علاش؟ أننا لا يعقل أننا ما غاديش نخرجو، ما غاديش نتحركو، ما غاديش ندخلو المطبخ، ما غاديش نطيبو، لا يعقل. إحنا كشعوب عربية ولو ما نكونوش كنخرجو من المنزل، وهذا أمر مستبعد إلا في حالات استثنائية، فإحنا كندخلو المطبخ، وحتى المطبخ ديالنا يعني ماشي بحال المطبخ الأوروبي، إحنا كندخلو كنقابلو الفران، الحرارة ديال الفرن، الحرارة ديال موقد الغاز، ظروفنا لا تسمح بالمرة أننا نديرو الخلطة الثلاثية. هذه مسألة. ولو ديري الواقي الشمسي فكنظن احنا مازال ما وصلناش لذاك الوعي كنديروا الواقي الشمسي بداك الكم اللي خصنا نديروه به، يعني بكميه وافره، ما كنعاودوش الواقي الشمسي في الوقت اللي خصنا نعاودوه فيه. فهذه كلها اسباب كتخلي الخلطه الثلاثيه ماشي نعمه، ولكن هي نقمه علينا، نقمه على الجلد ديالنا، نقمة على البشرة ديالنا. فهاد الحالة اللي وصلت لها الأخت من الطبيعي أنها تخرج تصبغات جديدة. المشكل أن التصبغات اللي كتظهر من جراء استعمال الهيدروكينون ولا الخلطة الثلاثية فهي كتكون تصبغات أصعب من التصبغات اللي كتكون عندنا، يعني اللي ظهرت لنا بطريقة أو بأخرى. الحل، احنا درنا الخلطة الثلاثية وخرجوا لنا تصبغات جديدة زادوا على التصبغات اللي ديجا عندنا قدامين، شنو هو الحل؟ الحل هو أننا نعطيو لراسنا الراحة، نرتاحوا، أن الخلطة الثلاثية التركيبة ديالها جد معقدة، جد صعبة، جد قاسية على البشرة. يعني باش نوضو وناخدو شي منتوج آخر نديروه الوجه ديالنا باش نتخلصوا من ديك التصبغات، فغادي نكونوا كنزيدوا الطين بلة. خصكم تعرفوا ان الخلطه الثلاثيه هي اقصى مراحل علاج التصبغات، يعني هي اقبح من ماده الهيدروكينون، من التركيبه او من مكونات الخلطه الثلاثيه هو الهيدروكينون وبنسبه 5%. عاد كاينه مكونات اخرى، يعني ما غاديش يمكن ليا غير بشويه ديال العقل، لا يعقل انني نكون درت الخلطه الثلاثيه وغادي نوض نبدا نعالج هذوك التصبغات بالهيدروكينون، لان اقل من الهيدروكينون ما يمكنش ليا نعالج به. نعالج بمنتوج فيه الهيدروكينون بنسبه 2%، يعني ما غادي يفيدني حتى شي حاجه، ما غادي يفيدني حتى شي حاجه. شنو غادي يدير؟ غادي يزيد يرهق ليا البشره ديالي. فالنصيحة اللي غادي ننصحك كما نصحت الأخت قبيلة، وأنك غادي تهتمي بالترطيب بشكل جيد، غادي تعتني بالبشرة ديالك وكأنها رضيع صغير، وغتهتمي بالوقاية من أشعة الشمس بواقي شمسي بدون لون يعني انفيزيبل، وتكون درجة الحماية ديالو عالية ويكون من نوعية جيدة. وغادي ندير واحد الملعقة صغيرة من الواقي الشمسي على البشرة ديالي، وغادي نعاودو كل ساعة سواء كنت خارج أو داخل المنزل، ونبعد على أنني نغسل وجهي ديالي بالماء الساخن، نبعد على الذهاب إلى الحمام إذا كنت في المغرب أختي، فنبعد على الذهاب للحمام بالمرة وما نغسلش الوجه ديالي بالماء الساخن، ودائما قبعة على البشرة على الرأس ديالي باش كنغطي الوجه ديالي، ونتفادى أوقات الذروة اللي هي من 11 صباحا إلى 4 زوالا. هذا كمرحلة أولية، ونغتنموا هذه الفترة ديال الصيف ونخصوها للراحة فقط. إلى بغيتي تخلصي من هالتصبغات في العام المقبل إن شاء الله، إن نحن بقينا على قيد الحياة.
كذلك ما كنصحكش بالمره انك ديري وصفات طبيعيه، غتكتفي بالتنظيف والترطيب والحمايه فقط الا بغيتي تسترجعي البشره ديالك. الا بغيتي تدمري البشره ديالك ف يعني اتباع اي طريق من غير هادشي اللي قلت دابا، فبهذيك الطريقه هذه تفقدي البشره ديالك للابد، وعمر هادوك التصبغات ما غادي يزولوا. من غير التنظيف والترطيب والحمايه كوني على يقين انك غادي تدمري البشره ديالك اكثر ما هي مدمره. ما كنقولش لك هذا الكلام باش نخلعك، ما كنقولش لك هذا الكلام باش تفقدي الثقه، ولكن كنقول لك باش تاخذي الامور على محمل من الجد اختي، وانك تنتبهي جيدا، وانك ما تعاوديش توقعي في خطا بحال هذا الخطا اللي وقعتي فيه ديال استعمال الخلطه الثلاثيه. كنتمنى فيديو اليوم يكون زاد إضافة جديدة لرصيدكم المعرفي. كنتمنى أنني نكون وفقت في الإجابة على تساؤلاتكم أحبائي. دائما راهن إشاراتكم، دائما في الاستماع لكم. كنضرب لكم موعد جديد غدا إن شاء الله على قناتكم كوني جميلة، مع وصفة أكثر من رائعة غادي تعجب الناس اللي حبسوا حاليا العلاج الكيميائي بيئه للتصبغات، الناس اللي باغا تبع شي حاجه اللي هي طبيعيه، الناس اللي ديجا عندهم غير تصبغات خفيفه وجديده، فممكن ان هذه الوصفه يلقاو عليها واحد النتائج اكثر من رائعه. خليكم دائما كونيكتين معنا على قناتيكم كوبوتي وكوني جميله. كنقول لكم شهيه طيبه وسحور شهي، طيبتم وطابت اوقاتكم، في امان الله نلتقي غدا ان شاء الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال والدعاء والعباده. الى اللقاء.